بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أعلننا سابقا أعزائي الطلبة عن إعلان بتنظيم بكالوريا تجريبية في مادة هندسة الطرائق، قلنا هذه البكالوريا ستكون أسبوعيا وستنطلق، قلنا في هذا الأسبوع اللي هو الثلاثاء، واخترنا يوم الثلاثاء لأنه اليوم لتجزو فيه بكالوريا هندسة الطرائق في البكالوريا في سبتمبر إن شاء الله. الآن احنا درنا تنظيم كذلك لاستقبال إجابتكم، الموضوع سينشر يوم الثلاثاء، لكن درنا بعض الشروط وهي استقبال الإجابة. علاش نستقبل الإجابة؟ لكي نقوم بتصحيحها. الآن نعلم أن التلاميذ، أو بصفة عامة نقول طلبة ما نقولش تلاميذ لأنكم مقبلين على شهادة البكالوريا، بقيت أيام فقط لتكونوا في الجامعة بإذن الله. قلت طلبة من كل الولايات، احنا درنا تنظيم لهذه البكالوريا التجريبية وقمنا بتقسيم الولايات. كيف نقسم أو علاش قسمناهم؟ درنا تقسيم باش يبعثون الإجابة إلكترونيا، استعملنا برنامج كلاس روم، هذا يستعملوه في استقبال الإجابات أو في قراءة الموضوع ثم تجاوب عليه ثم ترسل الإجابة للأستاذ. الآن احنا قسمناهم بعض الولايات مع بعض إلى 8 مناطق، واضح؟ الآن أول شيء يوم الثلاثاء لما ننشر الموضوع راح تصيبوا معه هذا الرموز، جدول لرموز الولايات. وش معنى هذه الولايات؟ وش نقصد بهم؟ لاحظ معي، قسمنا مثلا خنشلة، سقهراس، تيبازا، عين دفلة، والنعامة، أعطينا لهم هذا الرمز. معناها التلميذ أو الطالب اللي يكون من هذه الولايات لازم يكون هذا الرمز يعرفه. كذلك ولاية برج بوريج، بومرداس، والطارف، وتيندوف، وتيسمسنت، والواد، وغردايا، هذا هو الرمز الخاص بهم. نفس الشيء لكل الخانات، كل مجموعة من الولايات عندهم رمز خاص. هذا الرمز راه مكتوب بالمينيسكيل ماشي ماجيسكيل، وبه حروف وارقام معناها تكتبوا على جهه. الان كيفاش تستعمل هذا الرمز؟ احنا رانا نشرنا طريقه للدخول لكل الطلاب كيفاش يوجد الموضوع، هذا يقدر يوجده الكترونيا ويجاوب عليه ويبعثه الكترونيا. الكترونيا ماشي كما كانت المسابقه في الاسبوع الماضي ديروا الاجابه على الصح والله خطا والله، لا، هذه تجاوب عليها في ورق أوراق، ثم ترقم الأوراق، ثم تصور بالهاتف، بتحاولوا تكون صورة جيدة. اللي عنده كذلك برنامج يسكاني به الصور، تسكاني باش تصبح الجودة، هذا موجود في ستوري، في بلاي ستوري، في الهاتف، تطلعوا من الهاتف هذا البرنامج يحسن أو يحسن في جودة الصورة، وترسلها وترقم الأوراق، صفحات لازم ترقمهم ثم ترسل. الآن نوريكم الطريقة كيفاش تدخلوا للبرنامج وكيفاش تقرأوا الموضوع وكيفاش ترسلون الإجابة. نفرض أنا طالب من ولاية معينة، واضح؟ نفرض دوك نشوف أنا ندي الرقم، مثلا ندي الرقم نتاع ولاية من ولايات معينة، مثلا اللي هي راح ندي نتاع ولاية أضرار شلف، أضرار شلف الأغواط أم البواقي باتنا، ديت هذا الرمز، أنا أخذ هذا الرمز. الآن تبعوا شوفوا المراحل اللي درناهم ونشرناهم. المراحل، أول شيء لازم تكون عندك حساب اللي هو جيميل، بعد ذلك تدخل جوجل، تفتح صفحة جوجل عادي وتكتب كلاس روم، واضح؟ تظهر لك تضغط على الرابط الأول، الرابط الأول تكليك عليه، ودوك نوريكم الطريقة، ثم تضغط على هذه اللي في الخانة الزرقاء أمام المؤشر الأحمر، بعد ذلك تفتح واحد جديد منكم، تفتح له بهذا الشكل، تجيه بهذا الشكل الصورة. الآن تجي لوين راهي الزائد هنايا وتضغط عليها، كي تضغط تظهر لك صفين، الصف الأول يقول لك الانضمام إلى الصف، والسطر الثاني يقول لك إنشاء صف. حنا ما نديروش، أنت طالب ما ديرش إنشاء صف، وإنما تضغط على الانضمام إلى الصف. كي تضغط على الانضمام الصف واش تجيك؟ تجيك بهذا الشكل، وين تكتب الرقم السري هذاك اللي عندك الخاص بالولاية نتاعك، لأنه كل ولايات عندهم رقم خاص أو رمز كود، غير تضغط على الكود، تكتب الكود هذاك، وراكم تشوفوا في الأعلى اللي هي الانضمام، تنضم إلى الغرفة الخاصة بولايتك وتصيب ثم الموضوع. كي تصيب الموضوع هاوليك اختبار تجريبي، تضغط عليه تفتحه،
اذا عندك طابعه في الدار تقدر تطبعه لانك ما تقدرش تحمله تطبعه طبعته، ما عندكش طابعه تخليها على شاشه الحاسوب وتجاوب تمرين بتمرين، تقرا الموضوع مليح وتبدا تجاوب في الاوراق مسوده وحده، والاوراق اللي تجاوب فيها تنظمها لانك ترقم الصفحات وتكتب عناوين، معليش السامه الاحمر السامه منيش، المهم تنظم الاجابه تاعكم، تنظيم الاجابه مهمه باش تساعدوا المصحح على تصحيح ورقتكم. الان غير تجاوب تكمل، شوفوا في الجوار هنا في اليسار كاين اضافه او انشاء، العام اللي درته نتايا ضيفوا هنايا ثم ترسلوا، ما ترسلوش حاجه فارغه. الان تبعوا معايا نوريكم طريقه العمل هذه، دوك الان شفناها نظريا، الان نشوفوها عمليا. الان نفتحوا جوجل كالعاده، مالك تبعوا معايا مليح، مالك الان ندير هاولي جوجل، نكتب كلاس روم، هاي عادي مكتوبه، هاني كتبتها، هاي مكتوبه واضح. الان تضغط على الرابط الاول هذا، تضغط عليه، ايوا شوفوا كيما كنت نوريكم موبيل، خلاص تكليكي على هنايا، شوفوا المراحل بالترتيبه، ايوا دوك الان انا راني فاتح البرنامج تاعي لانني راني بالايميل تاعي، دوك نفتح بالايميل واحد اخر، هاكم شوفوا الزيت اللي في الاعلى، انتم ما تظهركمش بهذا الشكل، دوك نوريكم كيفاش تظهر، ديروا الانضمام الى الصف، هذه انا نديرها، دوك نغير، دوك نوريكم كيفاش تجيكم انتم، تغيير الحساب، دوك نغير الحساب، بعد ذلك انا غير الحساب، لانني فاتحه بالحساب تاعي، دوك بدلت حساب اخر، شوفوا كيف تظهر لكم انتم، تظهر لكم بهذا الشكل، هذا هو الشكل كي تكونوا جدد، تظهر لكم بهذا الشكل، راكم تشوفوا هنايا انشاء او اول صف لك او الانضمام اليه، انتم ديروا الانضمام الى الصف، ها راكم تشوفوا تنضموا الى الصف، شفتوا وراها جاتكم مكان رمز الفصل، الان نكتب مكان رمز، عندي الرمز نكتبه بهذا الترتيب، راه كل شيء مينيسكيول، اذا كان في ارقام تكتبوا الارقام، خلاص خلاص هاني كتبته. الان نديروا الانضمام، دوك يديني للصفحه نتاع الولايه نتاعي، يعني نفرض انا مشلف لم يتم، علاش واش غلط؟ نتاكدوا منها، نتاكدوا منها، كي دبليو ال دبليو تي ان تي، نتاكدوا منها لحظه وراني كي يو ال دبليو تي ان تي، ايوا علاش؟ معلش خلينا نبدلوا الصف واحد اخر، دوك نبدلوا نديروا صف واحد اخر، ماشي مشكل، انا ما على باليش ربما غلطت والله، دوك ندوا صف واحد اخر، 2 بي اس بي ايكغيك ا جي، دوك ندخل هذا الصف، تبعوا معايا مليحه، قلنا 2 بي اس بي ايكغيك ا جي، ونشوفوا الانضمام. جاء الانضمام، خلاص، هاي شوف وين جابتني، جابتني لهذه الولايات اللي هي خنشله سقهره ستيبازا ميلا عين دفله والنعامه، دوك انا نتاكد من الرقم هذاك اللي ما حبش يدخلني للغرفه هذيك، ربما راني كاتبه بالخطا، دوك نتاكد منه. الان انت كطالب شوف واش تصيب هنايا، تصيب الموضوع، هاوليك الموضوع، تصيب هذا، هنا درنا كمثال سلسله هنايا، بصح انت راح تصيب الموضوع، تصيب مكتوب اختبار او اختبار تجريبي يوم 12 اوت 2020 اختبار تجريبي رقم 1، تضغط عليه، شوفوا كيفاش تضغط جيالي. هنا هاوليك الموضوع وهنا هاوليك العمل تاعك، هنا راني مجاوب عليه مقبل، على هذيك خرجت لي ما نقدرش ندخل في غرفه واحده اخرى لانني دخلت مقبل في الغرفه هذه، شوفوا هنا تضغط يتفتح لك الموضوع، تقراه، تقرا الموضوع نتاعك وتبدا تحل، اللي عنده طابعه ويقدر يبريمي منها ما تقدرش تحمله هكذا، معناها تقراه برك وتمبريميه مباشرة. الآن راك حليت في الأوراق، كملت الصفحات نتاعك، الآن تغلق هذه وتجي تسلم العمل تاعك. أنا هنا راني سلمتهم، أنا ما حذفتهاش، نورمال ممكن حذفتها ما تظهرليش. نلغي التسليم ونعاود مثلا، إلغاء التسليم، هاني لغيت التسليم. دوك نعاود العمل. ها دوك راح نلغيه من ناحية كامل. ها نفرض هاديك ناحية كامل. هذه قبيل درت العمليه مع التلاميذ على هذيك، نسيت ما حذفتهاش، كنت نجرب فيها،
تابعوا معنا. هايك هنا عملوا كإضافة أو إنشاء. هنا ندير إضافة. روحوا لأحسن ملف هنا. روحوا للملف. ملف. الملف علاش؟ لأنك تقدر في الملف تقدر تجيبه على شكل رابط بي دي اف ولا تجيبه على شكل صور. هايك ندير تحميل. أنا نجيب صورة. إذا حبيت تجيب مستندات تجيب مستندات. هايك هاو هنا مستندات. هايك هذا. هنا الآن ندير تحميل الصور. الصور علاش؟ باش نسيليكسيون عليهم كامل. ما نجيبش غير صورة واحدة. نجيب كل الصور نتاع الموضوع اللي حليته. نفرض هايك نجي هنايا قال مثلا حطيتهم انا في ملف واحد. انا مانيش حاطهم في ملف، ثم الاحسن حطهم في ملف وسموهم اجابه. انا نفرض هذا الاجابه على صفحه 1، صفحه 2، صفحه 3، صفحه 4، صفحه 5. جوني في صفحه 5 5 صفحات نضغط هكذا شوفوا دوك يطلعوا لي كامل. هذا دوك يطلعوا. بعد ذلك نديروا ارسال. هاك تشوفوا كيفاش راهم يطلعوا دوك غير يكملوا. ها دوك الان واش دير؟ دير تما تحب تضيف صور ضيف، تحب خلاص هذو هما دير تسليم، ومن بعد دير تسليم يرسل الموضوع الحل نتاعك. حذاري تبعثوا اجابات فارغه. لو نعطيكم مثال ونشوفوا بعض الاجابات وصلونا فارغين. نعطيكم مثال دوك شوفوا نفتح كانني استاذ ودوك نروح نشوف الاجابه نتاعي وين بعثتها. انا هو الاستاذ زعما جيت نصحح في الورقه هذه. هاك نفتح تتفتح بعثناهم في انا كاستاذ يخرجوا لي كامل الغرف. معناها بعثنا في الغرفه رقم تاع خنشله وكذا. هاني ندخل الوظيفه هذه يدخل يخرجوا لي كامل الاجابات. شوفوا بعثت انا بالايميل تاع اروى اروى. ندخل ونشوف الاجابه تاع الطالب هذه. الطالب هذه هاك نفتح الصفحه الاولى او الصوره الاولى ونبدا نصحح عليها. هاي جاوبت لي هذه صحيح صحيح كذا كذا. ومن بعد ندخل العمل تاعي هذيك تاع نعطيها العلامه وكذا شحال هذيك خدمتي خلاص. الان شوفوا اللي يصراو اخطاء مثلا شوف كيما هذا بعث بصح بعث مرفق فارغ. شوفوا كيفاش بعث فارغ. هذا الاستاذ ما صححوش يصحح له ما يصحح له ولا شيء. لذلك حذاري معناها لازم تاكدوا واش راكم بعثتوا. واضح تاكدوا واش بعثتوا خلاص. نتمنى هذا الفيديو يكون واضح كيفاش نخدمه. المهم الموضوع راح تصيبوه اللي يدخل غير يدخل للغرفة يصيب الموضوع هنايا. مثلا واحد يسكن في سطيف سعيد سكيكدا واحد من هذون يدخل بالرابطة تاعو يدخل هنا يصيب الموضوع ويبدأ يجاوب عليه. هنا الأستاذ ما يخرجش هكذا معناها هو الموضوع يدخل ويجاوب في الموضوع ويبعث الإجابة تاعو كما ورينا لكم بالطريقة. تقدر ترجع في الفيديو وتشوف هكذا. نتمنى لكم التوفيق في الموضوع هذا الأول، وبعد ذلك راح يكون الموضوع الثاني في الأسبوع القادم والموضوع اللي بعده. معناها نكمله في يوم أربع مواضيع نكمله يوم 1 سبتمبر ونخلكم المدة هذيك للمراجعة. وإن شاء الله هذه المواضيع راح نديروهم يكونوا فايدة لكم. ونشكر كل الزملاء الأساتذة اللي راهم معنا في العمل. بالتوفيق إن شاء الله لجميع الطلبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.